ادان التجمع اليمني للاصلاح بمحافظه تعز الحملات الاعلاميه الشرسه والممنهجه التي تستهدفه بمزاعم كاذبه وافتراءات ملفقه تلصقها به بهدف تلصقها به بهدف التشهير وكان التشويه خدمة لأجندتها المشبوهة ولمقاصدها الخبيثة حيث ذهبت بعض القنوات الفضائية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي إلى تلفيق مسمى الحشد الشعبي بأنه ميليشيا تتبع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز والتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة وهو ينفي بشكل قطعي صلته بهذا المسمى المختلق زورا وبهتانا فإنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون له أي ميليشيا أو تكوينات عسكرية يحاول البعض إلصاقها بال الاصلاح بشكل متكرر تحت اسماء مخترعه من خيال من خيال مريض يتنافى مع شرف الكلمه ويجافي المصداقيه والمهنيه بما يمثل سقوطا مهنيا واخلاقيا وعبر اصلاح تعز في بلاغ صحفي عن اسفه لقيام بعض الوسائل الاعلاميه المعتبره بشكل تلقائي بتكرار هذه المزاعم الكاذبه التي ترددها جبهات منفلته وهابطه في اوساط بعض وسائل التواصل الاجتماعي بما يهز مصداقيتها المهنيه ويفقدها ثقتها عند المتلقي واستنكر التجمع اليمني للاصلاح بمحافظه تعز تلك الافتراءات الكاذبه ضده داعيا الوسائل الاعلاميه الى تحري الصدق والتزام المهنيه في نقلها للاخبار والترفع عن المكايدات والناي بنفسها عن الوقوع في مثل هذه الاكاذيب